ماشي ديالك طابينا ماشي ديالك العمر يصير بحالك العمر يصير بحالك طابينا ماشي ديالك طابينا ماشي ديالك وتصير ماشي ديالك وتصير ماشي ديالك. احنا اليوم سيدي هنا جينا في هذه الوقفه هذه على هذه المسائل اللي وقعت في كازا، منها هذه الفيضانات اللي وقعت، وكنحملوا المسؤوليه الكبيره لمجلس المدينه العمده ديال مجلس المدينه، وبغينا هاد الناس يتحاسبوا. احنا من النهار اللي خرجنا في 20 فبراير وحنا كنقولوا المحاسبه ديال المسؤولين، ولا حتى شي واحد ما جا كيحاسبهم. وشتو راه كلكم على الاعيون ديالكم داكشي اللي طرا لا في كازا، منها الديور اللي طاحوا في الحي المحمدي، منها الطرقات اللي تحسبوا اللي تحبسوا بسبب الفيضانات، منها الناس اللي مشاو ليهم ديورهم بزاف بسبب هاد الناس. كنحمل كل مسؤوليه لمجلس المدينه بالفرقاء ديالو كاملين، حيت كاملين مادام انا طلعت الا ولا خصني نتحمل مسؤوليتي داخل مجلس المدينه على التسيير ديال هاد المدينه ديال الدار البيضاء الكبرى. السلام عليكم. بقلق كبير وسياق عميق نتابع في الهيئه المحليه لفدراليه الدار البيضاء الحجم الاضرار والمعاناه التي كابدتها وتكابدها الساكنه خلال الايام الاخيره جراء الامطار التي عرفتها المدينه، والتي خلفت حاله من الفوضى، حاله من الاضطراب، اذ غرقت احياء بكاملها في المياه، عمها الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، زيادة على الانهيار الذي عرفته عدد من المباني ومباني أخرى في طور الانهيار، الشيء الذي أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو في الممتلكات. وبعد المناسبات تقدموا للأهالي بتعازي الحارة باسم الفيدرالية على المصاب الذي اصابهم. كما ان هذه الايام الاخيره وقعت اختراقات مروريه اللي ادت الى حاله من انتظار الساكنه ديال الدار البيضاء، عطلت المصالح ديال السكان واخرتهم عن الوصول الى مقرات عملهم، وترتب عن ذلك مجموعه من الاستفسارات التي هددتهم بالفصل من العمل. هذه وقفه احتجاجيه نعتبرها وقفه رمزيه فقط. نحن نعرف ان يوم الاربعاء هو يوم عمل، والساعه الثالثه هي ايضا ساعه عمل، ومع ذلك اثرنا اننا نقوم وبسرعه بهذه الوقفه الرمزيه في فيدراليه اليسار، في اللجنه المحليه، في الهيئه المحليه لفيدراليه اليسار الديمقراطي في الدار البيضاء، للتنديد باللامسؤوليه والعبث الذي يتعامل به المسؤولون في هذه المدينه، في مجلس المدينه وفي الوزاره الوصيه وزارة الداخلية مع المواطن البيضاوي، المواطن البيضاوي الذي انهكته الضرائب. نحن نعرف الحجم الكبير من الأموال التي تنهبها الشركة الاستعمارية لذاك، والتي تحولها إلى الصناديق الفرنسية والأبناك الفرنسية، والتي لا تحترم دفتر التحملات، لأنه لو كان هناك احترام لدفتر التحملات لما وصلنا إلى هذه الكارثة، ويجب أن نسميها كارثة وطنية، لأنه الدار البيضاء هي القلب النابض للمغرب، للاقتصاد الوطني، وقد تعرضت خلال أكثر من 10 أيام يعني ثلث الشهر لكارثة. أرواح سقطت، ممتلكات ضاعت، جرحى في المستشفيات، ممتلكات خاصة وعمومية، آلاف ساعات العمل ضاعت، وهناك عمال الآن يطالبون بإعادتهم إلى عملهم لأن الباترونة لا ترحم ولم يصدقوا بأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى مقر عملهم. إذا نحن أمام كارثة، كارثة وطنية بامتياز، كارثة اقتصادية. لا يمكن أن نتعامل مع الاستثمار الأجنبي بهذا الاستهتار، مع المواطن المغربي الذي يؤدي الملايين وملايير الدراهم كضرائب للدولة ولهذه الشركة أيضا، وثم بعد تساقطات عادية جدا حدث ربما ضعفها في الرباط ولم يحصل ما حصل بالدار البيضاء. إذا نطالب أولا بإحالة المسؤولين على لجان تحقيق سياسية وإدارية وجنائية، على كل طرف مسؤول في هذا البلد فتح تحقيق لمعرفة أسباب كل هذا الغش وكل هذا الانهيار في منظومة أعاد الحرية أعاد الحرية أعاد العدالة.
ماشي معقول. لا 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 هادشي ماشي معقول. لا 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 سارة مفالح فاعلة جمعوية بجمعية تحدي المساواة المواطنة. جينا اليوم باش نديروا هذه الوقفة من أجل المهزلة اللي وقعت في الدار البيضاء، يعني الفيضانات اللي عرفات الدار البيضاء اللي عرات على الواقع اللي كان عيشه. احنا كان نطالبوا بمحاسبة المسؤول على هاد الفيضانات، لان الناس تضروا بزاف، كاين الناس اللي تهدموا البيوت ديالهم، الناس اللي خسروا، كاين خسائر ماديه وخسائر بشريه. ما يمكنش غنبقاو ساكتين على هاد الشيء، ضروري ما خصنا نتحركوا، والبدايه غتكون من هنا، خصنا نتابعوا المسؤولين على هاد الفيضانات بشكل مباشر. شكرا.